شكرا جزيلا لك هشام، والشكر موصول ايضا لكل الاحبه في الاستوديو. اسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدينا المحترمين اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى ملعب الاتحاد في مدينه مانشستر. هنا واجواء مباراه نهائيه وليست مجرد مباراه نصف نهائيه بين سيتي والريال. نعم هي ليست مجرد مباراه عوده لان الاجواء كبيره وكبيره جدا، لان الامر يتعلق بمواجهه بين عملاقين مرشحين للفوز في مواجهه الانتر المتاهله على حساب الميلان البارحه. السيتي ريال هي مواجهه بين بيب غوارديولا وبين انشيلوتي، بين بنزيما وبين هولاند، بين دي بروين وبين مودريتش، بين الملكي ومن يريد زعزعة إمارة أو مملكة ريال مدريد وعرشه والحصول على تاج يجري وراءه منذ سنوات ولم يطله لحد الآن. مباراة مفتوحة طبعا على كل الاحتمالات بما في ذلك احتمال الضغط على عناصر مانشستر سيتي على منطقتهم. يستلمها ووكر على الجهة اليمنى، ووكر وبعيد الكرة هذه تماما فوق مرمى الحارس تيبو كورتوا في مباراة غوندوغان. استلمها رودري من هنالك، اوه تدخل في شارك في مباراة الدوري المتبقية ونهائي دوري الأبطال. كروس إيفانتي كورتو توني لعب مع دافيد ألابا والبولندي يقول خطأ. يا لا من بداية ويا لا من إثارة والحكم حتى يا دي بروين ليبرناردو وخطير مكان السيتي مستحوذ الريال هو سجل رودري برناردو ورودري يفنن الاسباني كاديا كلا الجانبين. كره بعيده من وكير برناردو سيلفا اخلون والكره تروح سهله مباشره لتيبو كورتوا تلعب في اتجاه فينيسيوس جونيور تسترجع من برناردو سي يضيع السيتي قارب من التهديف ويرجع تماما لجون ستونز نشفه قويه استلمها اجريليش دخلها والجول اجريليش وينو جون ستونز الراسيه ورا اجريليش انقذها تيبو كورتوا انقذها غوندوغان يستلم الكره غوندوغان ماني غوندوغان مازال يبحث عنه بعيده يا جول بروين من امام رودري دي بروين التوزيع عرضيه وتغطيه من نيدير ميليتاو بروعه يسبق هولان هولان يرجع لغوندوغان تنفيذ المخالفه دي بروين بلجيكي دي بروين بعجوبة مرة أخرى تيبو كورتوا العملاق ينقذ تيبو كورتوا الركنية البعيدة هاي صعبة جول برناردو سيلفا جول يفعلها البرتغالي يجن بيب غوارديولا السيتي يفتح مثلا تسجيل في الدقيقة 23 الكرة تلعب بعيدة ترجع من كيفن دي بروين من أمام فينيسيوس استلمها والحكم غوندوغان مع هولان لما جاك ايدرسون راح يعملها ايدرسون خطيره وايدر حقق اللقب موسم 2019 و20 راح فينيسيوس رايع وكر الخلف لعبها مع توني كروس رايعه من توني كروس هذا صاروخ والتوزيع والتغطيه من هنالك من اكانجي والركنيه الاونص طبعا غوندوغان وبرناردو سيناريو برناردو من اين جئت يا برناردو يا سيلفا بهذه الروعه الاول رايه والثاني رايه البحث عن رودري مرفوعه الراسيه تغطية سيلفا برناردو هرب من امام ادواردو كامافينجا والحكم يصفر له خطا خرج ادواردو سيلفا في يرفع كره بعيده ارضيه برين هرب هولان هرب بعيد الكره هذه مع برناردو دخل برناردو لولو دي بروين التسديده جريليتش يرفعها جريليتش خالفيردي توني كروس لوكا مودريتش فينيسيوس جونيور كريم بندريس ترجع العب لي هولان يستفيد من خطا هنا من امام كامافينجا انا سيتميز مكان هولان من تسجيل وكريم الدفاع يسد ثم جعل لياقتهم وشوفوا ماذا يريد ان يفعله فريق ريال مدريد مع بدايه هذا الشوط الثاني شوفوا نواياه كيف نواياه توني كروس وخطا من كيفن دي بروين دلابا يستعيد لتنفيذ المخالفه قوي رائعة من دافيد ورائعة من ادرسون كارفاخال جاك اي كروس بعيدة لفينيسيوس جونيور تغطية من ووكر ترى الكرة جاك جريليتش من امام كارفاخال هرب جاك البطاقة الصفراء لداني كارفاخال توقف الرؤوس دي بروين عرضية وكارفاخال في الدفاع دي بروين وكامافينجا دي بروين وكامافينجا لعب اكانجي توصل لفينيسيوس جونيور فينيسيوس لرودريجو يتمكن من هذه الكرة اولا لا مودريتش وخطا من لوكا على جاك جريليتش ممتازة لجاك جريليتش جريليتش يرجع لورا اولا لا رودريجو فينيسيوس يرجع هالاند فينيسيوس سقط بلا لا 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 سقط بلا من كارفاخال يرسل كرة تغطية أخرى من أربع لاعبين دي بروين غوندوغان هالاند مرة ثانية هالاند الكرة تضرب جاك جريتش جاك عرضية وتوقف الكرة مرفوعة من دي بروين والثالث بنيران صديق أم من مانويل أكانجي يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال يفعلها سويسري هذين الموسمين هو في أفضل أحواله الإنتر
لجاك لوكاس فاسكيز في التغطية يرجعها براسلان رياض فوديان خطيرة الرابع خوليان الفاريز 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 بالأربعة ضربوه من ليلة بالأربعة المان سيتي يفوز على ريال